انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمشاركة دولية غير مسبوقة وفعاليات تثقيفية مصاحبة لها. افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي انطلقت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا وقد أكد جمعة في الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء أن المسابقة تشهد هذا العام مشاركة دولية غير مسبوقة وفعاليات تثقيفية مصاحبة. نتابع. بمشاركة 85 متسابقا من 65 دولة، مسابقة الأوقاف الدولية للقرآن الكريم تنطلق في نسختها 27 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. مسابقة تأتي في نسخة جديدة تأكيدا أن مصر بلد القرآن الكريم ومقصد أهل الإسلام. إن بلدا تصدح مآذنه ليل نهار بالحق ويكون في خدمة كتاب الله، ويؤكد رئيسه أنه لا مساس بالثوابت، لا يمكن لأحد أن يزايد على تدينه. على أننا في الوقت نفسه علينا أن نعمل العقل في فهم النص وفهم الواقع. الحضور المكثف ده دلالة قاطعة لريادة مصر الطبيعية للعالم الإسلامي وخاصة في مجال حفظ القرآن الكريم. مسابقة مصر الدولية للقرآن الكريم باتت حلم المشاركين من العالم العربي والإسلامي، متسابقين، محكمين وغيرهم من الضيوف، نظرا لما تتسم به من معايير عادلة ومتميزة. اهتمام مصر بالقيادة الرشيدة في مصر العربية تؤكد هذا المعنى على القرآن الكريم، لأن من أراد الخير فهو إلى القرآن، ومن أراد العزة فإلى القرآن، ومن أراد النصر ومن أراد أيضا التحضر فالقرآن قرآن حضارة وعلم ونور وهداية وسماحة وإيمان وقيم. مسابقة كبيرة لها صداها في أرجاء المعمورة شرقا وغربا، والطلاب عادة يحبون المشاركة في هذه المسابقة للتنافس الشديد الذي يجري على أرض المسابقة في هذا البلد المضياف. سمعت عن هذه المسابقة من صديقي واتصلت لمركز القرآن الكريم في بلدي وشاركت في اختبار، وبعد هذه الاختبارات أتت هنا. مسرور جدا وفرحان أن أشارك في هذه المسابقة. اختبرنا عدة أشخاص لكي نمثل روسيا الاتحادية في مسابقة الدولية. مصر تسطر اسمها في إقامة المسابقات الدولية للقرآن الكريم، وتغرز حفظ القرآن وتلاوته في نفوس الجميع ليكون نورا تضاء به الأفئدة وتتمسك به الأنفس. انطلاقا من دور مصر الريادي في حمل لواء الوسطية والاعتدال وخدمة كتاب الله عز وجل، تأتي النسخة 27 لمسابقة الأوقاف الدولية للقرآن الكريم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا حفظا لكتاب الله تعالى فحسب، وإنما تفسيرا وفهما لمقاصده. وليد هيكل، التلفزيون المصري.